بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة من مزاج سوداني. حقيقة نحن كنا عبر الحلقات السابقات كان تعرضنا للأغنية السودانية بأشكال مختلفة وبالموضوعات اللي تناولتها وبتفاصيل كثيرة. اليوم المزاج السوداني مشى على الموسيقى، وفي الحلقات اللي قدامنا دي حنتكلم عن الموسيقى الأغنيات، يعني حنتكلم عن صناعة الأغنية نفسها. فيسعدني جدا نواصل هذه الموضوعات مع ضيوفي الأعزاء الدكتور أنس العاقب وأستاذ زبير سعيد، ومرحب بكم. وموضوعنا الليلة عن الأغنيات الكبيرة، والغنى الكبير يا دكتور أنس كثير في السودان ما شاء الله، يعني هو موجود. وأفتكر أنه يعني الشعر، نوعية الشعر القصصي هي اللي أوجدت يعني الأغنية الكبيرة. وتخيلي حقه يعني نستهل هذه الحلقة بعمل من الأعمال الكبيرة لل... أنا بختار الراحل الكبير أستاذنا عثمان حسين وشجن. يا سلام، افتكر دي استهلاليه ممتازه جدا يا دكتور انس. ولا بد ان نحيي الشعراء في بدايه هذه الحلقه، تحيه كبيره لشعرائنا الكبار اللي غيروا مفاهيم الاغنيه السودانيه. وزي ما بديت حديثي معك يا دكتور انس انه الشعر، نوعيه الشعر هي اللي غيرت في اسلوب واوجدت الاغنيه الكبيره، فرايك؟ هي في عوامل كثيره يعني ادت الى إن يحدث تغيير كبير جدا في حركة الثقافة في الخرطوم، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستقرار المجتمع السوداني ودخول ثقافات جديدة في الحياة السودانية في الخرطوم بالتحديد، والتعليم والمنتديات والاستماع للأغاني المصرية، مغاني جاية من سوريا، من دي كلها هي عوامل يعني ساعدت في انه خيال العام في وسط المثقفين والفنانين وكذا بقى اوسع. لكن الشعر زي ما قلنا قبل كده انه شعرنا مر بمراحل فمراحل يعني لغاية ما وصل الى مرحلة عالية جدا جدا اللي هي مرحلة الحقيبة، يعني الناس يعني برعوا في نمط كده
في واختلف من شاعر لشاعر في الحقيقة اختلف أسلوب عبادي ما بيشبه أسلوب والدردي والدردي ما بيشبه عمر البنا وهكذا، لكن الشعر كله لكن جاء شعر جديد في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من شباب جديد، يعني يقال أنه أغلبهم كان في يعني تينيجر 16 سنة 17 سنة كده 18 سنة، فدل قدموا شعر جديد، شعر برؤية جديدة، قروا روايات وشافوا أفلام وكده وقروا شعر، فجابوا شعر جديد بنفس القدر. الفنانين برضو استمعوا، يعني والله أنا أشكر جدا يعني الأستاذ عثمان حسين رحمة الله عليه قال لي كنت بسمع موزارت. يا سلام. أي يعني لأن الأسطوانات كانت موجودة، أنا اشتريت واضح الأسطوانات. واضح إنه عنده مخزون ثقافي. نعم نعم. فدل فانتعش الخيال الفني عشان يقدم. نحن زمان كنا بنسمع الأغنية الطويلة. نعم. كان زمان الأغنية الطويلة الأغنية القصيرة يعني. فالأغنية الطويلة كان لابد أن الفنان بعد الملحن بعد ما يقرأ الأغنية لازم يفكر تفكير جديد. نعم. يتوائم ويتفق وينسجم مع المعنى القاص الشاعر يعني، والقاصد الشاعر قاصد كلام واضح. لكن عايزين نترجم الموسيقى، والموسيقى ابستراكت يعني هي شيء يعني فن ما بديك المعنى زي ما بقول لك انت الهجران، لكن بدي الهجران دي بدي بشكل مختلف. فعشان كده يعني وخاصة عثمان حسين، عثمان حسين ده مهندس معمار الحان وعنده فكره كده بيطبق فيها، تلقاه حسن ترى في قصتنا ولا في شجن تلقاه هي النموذج عنده واضح. كل الفنانين في الدنيا عندهم نمط كده بيشتغلوا به يعني يتميز به، فتلقاه اخذ عشان يوري هو في النهايه يقول شنو داري اسمح لي داري يقول شنو ليه القصيده بدات ليه ليه بهذا التساؤل فيه لوم وفيه عتاب وفيه شفافية كده، لكن العنف جوا السؤال ده قالوا بالموسيقى المقدمة. نعم صح. لمتين يلازمك لمتين يلازمك في هواء لمتين يلازمك لمتين يلازمك في هواء مر الشجر لمتين. فبعدين استخدم كل الوسائل بتاعته، الجملة يقولها بعدين يرفع لي حتة تانية إما كانت حادة يعملها غليظة، اثنين ده يجاوب لي ده، ثلاثة يستدعي الكمان، الكمان زمان ده كان هي على يعني العود ما بيقدر يباريها، الكمان هي أميرة الأوركسترا يعني عشان تشاهد معه في يعني بناء الفكرة تعبر له عن حتى بعد ذاك بعد ما يستنزف لمتين يلازمك في هواه مر الشجن وتور عذاب وما بعرف شنو، حتى بعد ذاك يدي الايقاع ده كن كله بدون ايقاعات، حتى بعد ذاك يجي الايقاع عشان يقول الجمله الاساسيه اللي منها الفنان بينطلق، بذلك يكون الفنان استطاع انه في مقدمه موسيقيه ان يلخص الاغنيه كلها تبدا من جديد. يا سلام، ده كلام جميل ونيجي يا استاذ زبير. يعني الاغنيات الكبيره دي انا بتصور انه الفنان لما يمشي الاغنيه كبيره معناتها التجربه بتاعته وصلت مرحله من النضج مهمه جدا. صحيح. كمان برضو الفنان ما ينفع انه التجربه بتاعته لازم يكون في يعني توافق ما بين الحركه المجتمعيه وحركه الفنان، لانه الفنان يعبر عن لسان حال المجتمعات. فانا افتكر انه النضج عند الفنان بيوازيه طوال هناك نضج على مستوى المتلقي. فرايك شنو انت في الكلام ده؟ والله يا اخي الاغنيه دي بتدلل دلاله واضحه على النضج المبكر. نعم. النضج على مستوى الفكره والعبقريه اكثر من انه نضج على مستوى العمر، لانه نعم. الناس زي ما ذكر الدكتور هي اعمارهم كانت صغيره جدا. نعم. المرحله نفسها هي مرحله كانت مرحله اشواق وطنيه كبيره، يعني بعد الحرب العالميه الناس على مش عارف استغلال، والناس المجتمع نفسه كان تواغ لمرحله سياسيه واجتماعيه وثقافيه جديده. التحدي ده الناس الوعي بيه من الفنانين هم اللي قدموا اغنيات كبيره، في ناس بالمناسبه ما وعي بيه ظلوا دائرين في 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 فلك الاغنيات البسيطه والعاديه، لان وعيهم الثقافي والفكري وعمقهم كان محدود، عشان كده ما قدروا خشوا المنظومه دي بالشكل السلس، فخشوا الفنانين الكبار دي لانه هم ادركوا اهميه المرحله
أدركوا يعني الأسئلة الكبيرة، قيمة الإجابة على الأسئلة. المجتمع كله كان بيسأل عن أسئلة كبيرة، المخرج من هذه الأسئلة الكبيرة ما كان ممكن يكون إلا من خلال عمل إبداعي كبير على جميع المستويات بالمناسبة، على مستوى المسرح، على مستوى الغناء، على مستوى المزيكا، على مستوى التشكيل، لأنه كان الفترة ديك نفسها فيها حركة تشكيلية عالية التأثير حتى على مستوى العالم، يعني فنانين الكبار شاركوا حتى في المعارض الخارجية، لفتوا النظر رغم برضو صغر سنهم. فهي مرحلة كانت مرحلة انتقال، أنا أفتكر إنه أسسوا لها التحدي نفسه وتقارب الأعمار وتقارب المستوى بتاع التفكير، بزرع عثمان حسين يتقابلوا وردي إسماعيل حسن، المسائل دي برضو كانت لها دور، لأنه تقارب الأفكار وتقارب مستوى وعي بيقرب مستوى إنه الناس يعني تنتج مشروع عنده 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 ميزات مختلفة مما يكون يعني الأضلاع تكون فيه على مستوى الأعمار والتجارب ما متقاربة. فالفنانين والمبدعين في الفترة ديك حاولوا يتبنوا مسؤولية الإجابة على أسئلة كبيرة. الإجابة لا ما كان ممكن تكون بلا أو نعم، يعني كان لازم تكون بهذا الشكل من الإبداع المتقدم. ده يا سلام يا سلام، ده كلام جميل جدا وبنفس المزاج الرائق ده وبنفس التفاصيل دي. برضو ما حنمشي من أستاذنا عثمان حسين، نعمل تاني قصتنا اللي أستاذ عثمان حسين ونرجع نواصل في سردنا.
يا سلام يا دكتور أنس، احنا كده مشينا خشينا في حتة عجيبة جدا صح؟ عجيب. يا سلام، أنا بتصور إنه برضه يا دكتور أنس يعني تحية للموسيقيين، موسيقيين السودانيين ديل. أنا أفتكر إنه الموسيقيين ديل فيهم تماما يعني الناس ديل عايزين شنو؟ وحاسين اللي قاعدين يعملوا فيه يعني، ففي جمال يعني في التنفيذ وفي الأداء، ده مهم جدا في تنفيذ الأغنيات الكبيرة. من هنا بنكون خشينا في صناعة الأغنية الكبيرة. طبعا أي أغنية يا دكتور أنس زمان، أنا بتصور كده يعني زمان بيتخطى حاجز العشر دقائق، دي خشيت في الزوم بتاع الأغنيات الكبيرة. يلا يبقى لازم يحصل فيها، لازم يحصل فيها تنوع على مستوى الفكرة اللحنية، ولازم يحصل فيها كمان يعني تغير في النمط بتاع الأداء، لأنها صعبة جدا إن زول أكثر من عشر دقائق يسمع حاجة دائرية يعني. فخشينا في الصناعة. نعم، بعدين إحنا حنفاجأ بأنه الأغنية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الاستركشر بتاع في البناء بتاعها، مش بس في المقدمة ولا في الاستهلال الغنائي، فيما يليه. لأنه أنت لو خطيت قدامك الـ 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 القصيدة حتكتشف أنها هي متفاعلة ماشية بتحكي وبتسرد تجربة. نعم، مش كوبليهات زي زمان يعني زي ما كان في الحقيبة كوبليه مختلف من التالي، لا هي مترابطة مترابطة، لكن هو عايز هذا الترابط ما يخليه ممل، عايز يخليه بيعبر أيضا عن المقدمة اللي قدمه هو. لذلك دخلنا في حاجة اسمها القالب الحر لأول مرة، وقلنا في الأول قالب بسيط، بعدين قالب ثنائي، نعم، بعدين قلنا ده قالب دائري مش كده، بعد القالب الدائري ده تاني جاء القالب الأغنية الطويلة دي. نعم، اللي فيها ثلاثة على الثلاثة على الأقل ثلاثة كوبليهات. نعم، بيناتهم في موسيقى، وكل موسيقى مختلفة عن الثانية. فهي دي ده التفكير الجديد اللي خلفوا لنا ناس اسمه الحسين والكاشف وتاج مصطفى، دي الثلاثة هم كانوا في مرحلة من المراحل هم أسياد الشغلانة الجديدة دي. نعم، المقدمة الموسيقية بأفكار جديدة بما يسمى بالموتيفة، أنا كررت الكلام ده، تنبني على أصغر روح تتبناء. نعم، تتاراريرا حتى عليك ابن عليها تترا لارا لارا ثانية عيدة وهكذا. فهذا النوع من التال ما بيشبه يعني ما بيشبه الأغنية المصرية. نعم، الأغنية المصرية طبعا فيها كميات من الألحان، فيها كميات الموسيقى الشرقية ذاتها فيها خصوصية بتاعتها، لكن احنا عندنا خصوصية ثانية اللي الروح الإفريقية، الروح الخماسية. أنا مرات أحس بأنه في كاد عثمان حسين يدخل نصتون، مش كده؟ أنت بتعدي في أستاذ سعد كاد يعني أنت سامي نصتون، لكن هو عمله لادو مثلا بدل ما يكون سيدو عمل، لكن بيقول لك نصتون الماري. فأنا يعني حقيقة بفتكر أنه يعني عثمان حسين ده بيحتاج إلى يعني الوحيد يعني أنا ما أنقص من الآخرين، لكن هو الوحيد الرائد في هذا المجال. نعم، اللي قدم موسيقى جديدة. نعم، موسيقى جديدة رومانسية جديدة تعبيرية جديدة بأسلوب جديد. نعم، بمناخ جديد، واستفادت الأغنية السودانية من هذه الثنائية بين المرحوم حسين بازرعة. نعم، والمرحوم عثمان حسين. يا سلام يا سلام. طيب أنا أجيك يا أستاذ زبير، المجتمع المدني دائما يعني يعني مثلا الغنية لما تحول الفن إلى صناعة، الكلام ده بتلقاه في المجتمع المدني أكثر شيء، لأنه بيحكي استعقيدات المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني فيه تفاصيل اجتماعية غريبة شوية وتكون يعني معقدة إلى حد كبير على غير المجتمعات الأخرى يعني. صحيح، فالبساطة والدائرية بتلقاها دائما بتشبه المجتمعات البسيطة. صحيح، والتعقيدات تحت الحياة بتلقاها موجودة في المجتمعات المدنية المتحضرة. صحيح. يعني أنا ما أعرف، لكن بصور إن الأغنية الكبيرة عبرت عن واقع هذه المجتمعات المدنية بدون أي شك. بدون أي شك، لأنه أنا الله عندي قناعة كاملة بأنه لأنه برضو معني بالبعد الاجتماعي. نعم، في قراءة المشهد الإبداعي. نعم، هذا واحد من التخصصات اللي أنا مهتم بها جدا. أفتكر إنه أي يعني الجيل الحبة بغنى عثمان حسين
وارتبط ارتباطات بتاعت زواج معتمد في بنائه العاطفي على أغنيات عثمان حسين وموسيقى عثمان حسين، حنلقى مؤكد، أنا بقول الكلام ده بثقة وممكن تدعم الاستفتاءات، مؤكد هذا الجيل هم كان الأنجح على مستوى تجاربه في الزواج، ونسبة الطلاق قد تكون يعني صفرية في هذه التجارب، لأنه الأغنية واحدة من مسؤوليات الأخلاقية تجاه وجدان المتلقي هي إنها تشذبك، الأغنية الكبيرة الأغنية المسؤولة هي تشذبك وجدانيا، نعم، وهي ذاتها بترفع من قيمتك العاطفية عن محبوبك، وبترفع قيمة المحبوب عن حبيبه، عشان كده بتخلي المسؤولية العاطفية تجاه المحبين عالية. هنا بيكون حاضر شنو؟ هنا بيكون حاضر التفكير الجاد في تأسيس هذه العلاقة تأسيس مستقبلي محترم. نعم. اللي بيحب أغنى عثمان حسين ما بخون، لا يمكن تكون بتحب أغنى عثمان حسين وتتسمع عثمان حسين ما بتخون، ما بتخون محبوبك. يا سلام. وبرضو ما بتستهون علاقتك بحبيبك. فأنا لو سألوني من عثمان حسين ده تحديدا، إنه يعني لو هسه طلبوا لو أنا فنان تشكيل وقال لي أعمل لي بورتريه لعثمان حسين، ما بجيب عثمان حسين أقعده أصلا، ما بقعده، بقعد أسمع غناه. يعني بترسم عثمان حسين من خلال غناه، هذا الشخص الوحيد في الدنيا الممكن يترسم من خلال تسمع غناه، يعني تدعي شخصيته وملامحه. يعني ده زول عثمان ده للناس اللي بيعرفوه، نحن خدمتنا ظروف مهنية كنا قريبين منه، شرفت إنه كنت قريب منه يعني. فعثمان ده لو الناس اللي بيعرفوه، عثمان حالة من الهدوء عجيب يعني، يعني شخصية هادئة هدوء غريب، وفي وفاء غير عادي أكيد، وفي وفاء غير عادي في حتى في علاقاته مع معجبينه، وفي جدا. فعثمان حسين انت ممكن تسمع غناه وترسمه، يا سلام، ترسم ملامحه من خلال غناته، لانه كل الصخب الجواه الابداعي ده سكبه من خلال نهر من الالحان الجميله ظلت تجري في اوردتنا وشرايننا. يا سلام يا سلام عليك يا استاذ جبيل. وخلينا ناخذ من كلامك ده يعني ننتزع نقطه للفن. نعم. انه الفن يعني بيساعد كثير جدا في بناء المجتمعات بشكل عجيب جدا، ما في شك، والفنان دوره أصيل في بناء المجتمعات. طيب أنا دا نمشي لمبدع آخر ومبدع مختلف وعظيم جدا جدا، أستاذنا الموسيقار الكبير محمد الأمين. أستاذ محمد الأمين من المجددين يا دكتور أنس، في الفكر بتاعه الموسيقي في تناول الحاجات، ويعني أرحب بالموسيقار الأستاذ سعد الدين الطيب. مرحبا بك يا أستاذ سعد. السلام ورحمة. نحن بصدد الحديث عن أغنية زاد الشيوخ. هذه الأغنية أنا في تقديري تشبه الكلاسيكيات الغربية في بدايات، يعني في رايانا مقدمة البيانو كده. أستاذ سعد تكلمنا عن زاد الشيوخ كعمل فني يعني. والله يعني دائما بتخطوني في المسؤولية يعني، لأنه تفسيرات محمد الأمين صعب جدا تتبناها يعني، لكن ممكن أدلو بما بدأ لي أو ما حسيته أنا يعني. نعم. لكن التفسيرات الحقيقية العميقة هي عند الأستاذ محمد الأمين، عند المؤلف طبعاً بدون شك. نعم. لكن هي حسب ما حكى لي محمد الأمين إنه هذه الأغنية أصلاً يعني أصوله تحت البيانو في الأول اللي كان بدت بجملة بسيطة جداً. قد يتبادر لذهن أي ذول إن هي بسيطة، لكن هي عميقة وعندها مدلولات عند المؤلف يعني. نعم. هل هي مثلاً؟ تخيل هي الناس ممكن تتخيل انه جمله بسيطه، دي الجمله دي كانت كده. نعم. دي جمله مليانه فيها ثراء شديد جدا في وجهه نظري انا. نعم. رغم بساطتها. بعد ذلك طبعا يعني محمد الامين بيديك الحريه انك تتعامل معها، تعمل لها تنميه، تحاول تخليها في البيانو. يعني محمد الامين راجل ما متشدد في انه انت تقوم تعمل فاريشن لاي حاجه بتاعته يعني، في حدود بس ما تتجاوز الخطوط الحمراء يعني. نعم. فهي انا شخصيا عملتها كده، ممكن يزور عملها باسلوب ثاني، لكن انا لما قدمتها بتذكر في لندن سنه 81 كنت يا دوب طالب على البيانو، ولسه حتى كمان يعني الانقلابات حقتها استاذ انس ما كانت مضبوطه، كان استاذ صالح عركي بدا يصلح لي انه كيف اعمل الانقلابات، لسه في سنه اولى يعني التكنيك ما بدا.
بعد ذاك لقدام اتعدلت بقت شكلها كالاتي يعني. ان شاء الله تيجي مضبوطه بس يعني. طيب احنا بنقولها معك. طيب يلا. نقول المقدمه ونقولها معك احنا. يلا يكون جميل طبعا. عشان نكون ظهرنا التفاصيل. اوكي. تفضل. طيب ده المشهد الاول يا استاذ سعد. ده المشهد الاول في زاد الشجون، بدا بالبيانو كتاسيس يا دكتور انس، تاسيس للفكره يعني. هو اسس لها عبر البيانو في المقدمه ومشى، والاغنيه دي مشت لقدام فيها تفاصيل كثيره جدا. يا استاذ سعد لو اخذنا مثلا الجزئيه الثانيه فيها، وخليني بس اقول حاجه بسيطه. استاذ محمد اللمين عنده يعني طريقه في التاليف مبتكره جدا. واحدة من الحاجات الغريبة اللي يعني المفروض الناس تنتبه لها، انه الصولو مثلا، الصولو عند استاذنا محمد اللمين مؤلف قائم بذاته، ما عنده علاقة بجسم يعني، ولكن شنو؟ جاي هو من جسم العمل الفني نفسه، لكن مؤلف قائم بذاته ما بيشبه اللحن الدائري، اللحن الخارجي بتاع. لا نعم. طيب اذا مشينا مثلا اخذنا الجزء بتاع الصولو بتاع كمان. في مقام براوي يعني. ايوه. ده كلام مهم. قول مرات يكون في مقام براوي، ده دليل على استغلاليته يعني. في كثير من الألحان بتذكر حتى في سوف يأتي الصولو ديفرنت تماما. نعم. حاجة غايبة بذاتها. صح. عندها كم جملة فيها كم فاريشن يعني. أنت عايز تعمل شنو؟ تعال نجيز مثلا فيه الصولو. Thank you.
بتاع السولو بتاع كمان. نشر الجزء الثاني. ايوه كده. خشينا في الصناعة بشكل يعني رئيسي، خشينا طوالي في تفاصيل التأليف الموسيقي. يلا يلا يلا، في حتة أنا والله أنا لازم أذكرها هنا. نعم. بعد المقطع ده مباشرة، حتى كنا بنعلق عليها زمان أنا وأخوي مرغنزين. نعم. كنا طوالي بنندهش وبنعلق لبعض، يعني أنا أفتكر ادعينا وقلنا في بعدي طوالي. ايوه سلم وين وهي وين، ومقبوله جدا ومنطقيه جدا ومعقوله جدا، لكن كان جينا حكم موسيقيين نحللها حيكون فيك مليون علامه استفهام، لكن المستمع جميله جدا وباريحيه وما حتى ولا حس بانه في حاجه غريبه. فيها منطق موسيقي عالي كمان يعني. فيها منطق موسيقي عالي جدا كمان. طبعا طبعا طبعا. نعم. صحيح. طيب يا دكتور انس، ارجع لك. احنا خشينا في الصناعه زي ما قلت قبل، نتكلم شويه عن التاليف الموسيقي. لازم الناس تعرف انه التاليف الموسيقي ده مرحله تيجي بعد التلحين، يعني بعد ما يتعمل اللحن بعد ذلك بيتعمل له تفاصيل بتاعت بناء وكده. فكده نتكلم شويه عن يعني التاليف الموسيقي داخل الاغنيات الكبيره عندنا في السودان. لكن قبل كده يعني الواحد لازم يتحدث شوية عن محمد اللمين، يعني راجل مجدد ومتميز ومتمكن. والأستاذ محمد اللمين يعني أول حاجة أنه هو من أحسن عازفي العود في تاريخ الغناء السوداني، يعني ما في زول تجاوزه، يعني لما شفناه ونحن زمان بيعزف يعني يقول لك بنظم العود نظم يعني. وهو تأثر بالمدرسة الشرقية ما في شك يعني، وهو يعني تحاورنا وكنا في بانا ساكنين جنب بعض يعني، في انه يعني عزف للصنباطي وعزف لمحمد عبد الوهاب وعزف لشريد الأطرش وعزف حاجات كثيرة، وأخذ تكنيك وعرف سلالم من السلالم جديده من علاقته بال 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 الموسيقى الشرقيه، يعني السلالم اللي ما شرقيه ايوه، لكن سلالم هي ممكن تكون خماسيه يعني او سباعيه. نعم. دي واحده من حاجات ثقافته مدني، طبعا ذات مدينه مختلفه يعني، هي عاصمه ثقافه برضه يعني وإشعاع يعني، هي ثاني مدينة في السودان يمكن. وحتى الفنانين قدمتهم مختلفين، الفنانين قدمتهم مدني مختلفين يعني. فعشان كده محمد الأمين فهموا الموسيقى شامل، وأسلوبه
في العزف العود أثر على أسلوبه في التلحين. ما في فنانين بيعزفوا العود ببساطة كده وبتاع، تجد موسيقاتهم طاقة طاقة بسيطة وجميلة بسيطة، ما أقدر أضرب مثال، لكن أضرب مثال بنفسي أنا يعني ما 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 بعزف عود ممتاز كده بتاع، لكن بألف يعني بالشكل ده. دي واحدة من مميزاته يعني. الخماسية السباعية، السباعية الخماسية اللي جابها لنا حمد الأمين، اللي أول زول جاب لنا نص الطن مباشر كده مباشرة يعني هذه كده، ومستحب يعني في الموديوليشن عند التحويل المقامي. نعم محمد الأمين واضح يعني كده صحيح. فعشان كده الواحد يعني أنا قلت الكلام ده أكثر من مرة. نعم. إنه مقدمة ذات الشجون هي في تقديري سيمفونية صغيرة. يا سلام عجيب فعلا. أي يعني نعم فيها كل الإمكانيات تعتنى تكون مقطوعة مختلفة يعني، لأن فيها كل الأفكار المطلوبة عالميا في العمل الفني. صحيح الموديوليشن والفارييشن أي حاجة يعني، التحويل المقامي وكذا. لكن بالنسبة لسؤالك يعني إنه تأليف الموسيقى البناء ذاته في التأليف يعني، طبعا أنا ملحن ومؤلف ودرست التأليف. في الغناء أنا مرات ما قاعد أعمل المقدمة في الأول، غالبا كده أبدأ ألحن الكلام. نعم حتى بدك أفكر في أنه أعمل نعم. أعمل المقدمة يعني، وغالبا الفنانين قاعد يعملوا كده. لكن أنا عرفت أنه عثمان حسين ما قاعد يعمل كده، بيفكر في الأول يعمل مقدمة. مش الترتيب ده أي حد بعدك يعمل. أنا عرفت أنه الكاشف بيعمل كده يعني، بيفكر في الأول المزيكا وبعدين سهل عليه يعمل الألحان يعني. محمد وردي قال لي كثير من الأحيان أنا يعني بعمل الغنى، مش أعمل اللحن وأقول أجيب زول يملى لي أو بعدك حتعمل المقدمة الموسيقية. فلكن قال التفكير في قول ترحل، لأنه كان مسجون كان شكله مختلف، لأنه في السجن تفكيره كان كيف يطلع لحن ويحفظه ويطوره عشان يغني فيه. فالناس بيقولوا التأليف هو للموسيقى بحتة والتلحين هو للكلمات، الناس اتفقوا أنه التأليف هو التلحين، التأليف هو التلحين يعني، التلحين هو التأليف يعني. نعم. فعشان كده ارتبطت الناس بيقولوا. فأنا أفتكر أنه يعني الأغنية الطويلة أو الأغنية الحسس بقت كلاسيكية. نعم كيف في هي واحدة من التراث السوداني الحقيقي. طيب يا دكتور أنس، هذا المزج ما بين المدرسة الكلاسيكية والرومانسية الموجود في أغنياتك الكبيرة. نعم. يعني لو تلاحظ أنه يعني أغنياتك الكبيرة فيها سمة عامة مشتركة في السودان. نعم. انه فيها خليط ميكس ما بين المدرسه الكلاسيكيه والرومانسيه في آن واحد. نعم. المدرسه الكلاسيكيه اللي هي تستهدف العقل والرومانسيه اللي هي تستهدف العاطفه. نعم. هذا نعم. الخليط يعني سمه عامه تخليه موجود. نحن مختلفين في السودان. نعم. نحن غنانا كله رومانسي. نعم. في كل المراحل. لكن المقدمات الموسيقيه. اي كل المراحل يعني الغنى الشعبي رومانسي عبر عن العاطفه يعني. نعم صحيح. لكن مربوط بفكره محدده. ودي كلاسيكيه. هنا بتخش الكلاسيكيه. ايوه هي زي المقدمات الموسيقيه دي مساله كلاسيكيه. أي. نعم. فلما جاءت الحقيبه دخلت الاله الموسيقيه وعملت العصايا وعمل كده وبتاع، لكن في النهايه العظم بتاع الغنى بكائيات وجرسه وكيت وحب شديد جدا جدا. طيب لكن بمرور الوقت بتكون الاغنيه الاقدم بتسموها كلاسيكيه يعني. صحيح. احتفظت بشكلها بالشكل بتاع اللي عاشت. نعم. عليه وشفت. صحيح. نعم. وجات موسيقى جديده او جات غنى جديد. فالغنى لكن في الغنى بتاع عثمان حسين والغنى بتاع محمد وردي والغنى بتاع صلاح مصطفى وكل الغنى اللي ممكن نضربه يعني، ما ننسى الاخرين سيد خليفه وابراهيم عوض، ده كان رومانسيه جديده. صحيح. نعم. كيف رومانسيه تجاوزت حتى الخطوط صحيح. المعروفه يعني. ومن الحته اللي ذاتنا دار امشي يا استاذ الزبير، واذا احنا بنتكلم عن المجتمع السوداني باعتباره هو المتلقي حقنا الاساسي احنا مستهدفينه،
وشهد يعني انتاج غزير جدا لاغنيات زي دي، فيها يعني تفاصيل، فيها يعني مشاعر مختلطه، فيها تفاصيل كثيره جدا. بالتاكيد المجتمعات الرومانسيه خلينا نقول كده يعني احلامها كثيره جدا جدا. وانا بفتكر انه يعني الغنى اللي بيتكلم عنه الكوانات الكبيره دي وهذا الخليط ما بين الكلاسيك والرومانتيك كان بيعكس واقع كان بيعيش في المجتمع السوداني في الفتره ديك يعني. وده طبعا تكوين طبيعي للمجتمعات، لان المجتمعات دي ما زي الانهار، هي في حاله بتاعت تجدد لخلاياها. ويعني انا قصدت انه بالتحديد كنت دايرك يعني نتكلم عن المراحل تحول المجتمع السوداني ذاته يعني اللي كان بيتلقى الفن ده. قول الفن ذاته ما كان منتظر ما كان يعني ما كان منتظر المجتمع يحدث فيه التحول بعد ذاك يقود، هو كان بيقود التحول ده. نعم. يعني الأغنية السودانية ظلت هي تتقدم هذا التحول وتسهم فيه. ليه؟ على أساس إنه هي الأغنية دي أصلاً ظلت صميمة الحضور في الوجدان السوداني. يعني الوجدان السوداني ده ذاته وجدان غنائي، ما اتفقنا في بداية هذه الحلقات إنه ده وجدان تكوينه الأساسي تكوين غنائي. يعني إحنا بنعبر على مختلف، إذا كان على المستوى الجماعي أو على مستوى الموروز بتاعنا في 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 أنحاء السودان المختلفة، بنعبر من خلال الغناء. الغناء في شكله الجماعي، في مناسباتنا، في أفراحنا بنعبر. السوداني هسه لو وصل قمة النشوة في حدث معين بغني. نعم. بيعبر عن هذا الفرح من خلال أغنية، يردد أغنية، قد يكون صوته جميل ما جميل دي مرحلة تانية، لكن هو يعبر بخلال أغنية. إذا وصل قمة الشجن والحزن بيستمع إلى أغنية. برضو يركن إلى الغناء، يعني يخرج من حزنه بالغناء ويحتفي بأفراحه بالغناء أيضا. يا سلام. فلذلك وجود الغناء في خارطة الوجدان السوداني نسبه محتاجة شغل. لكن خلينا أقول عن محمد اللمين وفضل الله محمد. فضل الله طبعا أستاذي يعني، لأنه أنا ظلت أعمل معه في صحيفة الخرطوم يعني رئيس تحريري من 2002 لحد 2012 بشكل مباشر. يعني أنا كنت شغال معه يعني، و يعني أنا أترحم عليه كبيرة، وهو الكتب مقدمة الديوان الأول بتاعي ده بتاع الحد الفاصل. وعرفت بعد ذاك إنه دي أول مرة يكتب مقدمة لديوان شعر. يا سلام. يعني حتى يعني مسألة أخذت منه وقت، يعني شال الديوان ده وسافر بول الإسكندرية وكتبه هناك وتفاصيل. تبقى إنه نحن بنعرف فضل الله محمد يعني كرجل لا يجامل. نعم. ما بجامل، لكن أنا في شخص فضل الله ومحمد الأمين دار أقول إنه الجزيرة دي، الجزيرة الخضراء دي، جزيرة ود مدني. الناس لما يقولوا مدني بيزعلوا لأنه مدني المدينة المحدودة، لكن لما تقول ود مدني بتعني مدني بكل تفاصيل وأحياء مختلفة، المناهج وكل التفاصيل دي. نحن نقول الجزيرة بالمناسبة، الناس اهتموا بأنها هي يعني رفضت الاقتصاد السوداني وظلت هي تدعم الاقتصاد وظلت تحتوي كل الناس اللي بيجوها ويبقوا جزء من مكون المجتمعي. لكن الجزيرة دي بقدر ما أنه كان بتدعم اقتصادنا، الجزيرة دي دعمتنا وجدانيا بشكل غير عادي. يعني مساهمة الجزيرة ولاية الجزيرة مبدعة الجزيرة في الوجدان القومي السوداني مسألة محتاجة حلقات. هو الحقيقة طبعا نحن يعني حلقاتنا دائما مشكلتنا الزمن بعد خزلنا فيه. نعم. الزمن والحقيقة الموضوع ده يعني ما بيساهل كده يعدي، لابد نحن نرجع له بتوسع. نعم. لكن مع الأسف الشديد زمننا نحن انتهى. لكن فضل الله ده والله أثرت فيه عبارة واحدة لازم أقولها في زاد الشجون. طيب. اللي هي عمري يورق. عبارة يورق دي ما ممكن استخدمها زول إلا من الجزيرة. يا سلام. يا سلام. تحية اللي هنا في الجزيرة، وتحية لسعد الدين الطيب، واحد من الناس الجميلين جدا جونا من الجزيرة. يعني في الحقيقة يعني الزمن ما مكننا منه احنا نتناول يعني هو الأعمال كبيرة، وما شاء الله يعني الموسيقى السودانية والأغنية السودانية مليانة بالأعمال الكبيرة. إن شاء الله حنرجع تاني في حلقات تانية إن شاء الله نتكلم عنها ونتوسع، ولسه في أسماء كبيرة جدا في تاريخ الموسيقى السودانية. نختم بعمل أخير لأستاذ محمد اللمين مراقب الشوك، وشكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي غدا في لقاء جديد من مزاج سوداني. السلام عليكم.